إذن هذه هي الأجواء هنا بمطار بوفاريك العسكري. الهلال الأحمر الجزائري وأفراد الجيش الوطني الشعبي يستعدون لشحن القوافل أو المواد الغذائية والمواد الطبية التي خصصتها الجزائر إلى أهالينا أو إلى الشعب الفلسطيني. إذن كما تشاهد في هذه اللحظات انطلقت منذ قليل عملية شحن المواد الإنسانية الهامة والاستعجالية التي خصصتها الجزائر صبيحة اليوم للتوجه إلى مطار العريش بمصر. هذا بعد أن فتح صبيحة اليوم معبر رفح الحدود بين مصر وقطاع غزة. فتح صبيحة اليوم يعني بعد مشاورات عسيرة فتح صبيحة اليوم وانطلقت القوافل الإنسانية من مختلف البلدان للدخول إلى قطاع غزة. الهلال الأحمر الجزائري متواجد هنا بكثرة تحسبا للمساعدة في عملية شحن المواد الإنسانية الطبية والمواد متمثلة يعني في مواد غذائية، ألبسة وأفرشة، مواد طبية، خاصة وأنه قطاع غزة يعني يعرف نكبة من طرف الكيان الصهيوني. نعرف أن قطاع غزة تعرض للعديد من القصف، خاصة المستشفيات، يعني العديد من المستشفيات خارج الخدمة بسبب العدوان الصهيوني. يعني هذه هي الأجواء هنا. ستلتحق بعد قليل رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة ابتسام حملاوي للإشراف على العملية. سنحاول بحضورها هنا إلى مطار بوفاريك العسكري أن نأخذ تصريحات ربما ستعطينا بالتدقيق حجم المساعدات الإنسانية التي خصصتها الجزائر لقطاع غزة. مارس المعلومات التي بحوسدنا لحد الساعة ينتظر أن تنطلق الطائرة من مطار بوفاريك العسكري نحو مطار العريش بمصر. ينتظر أن تقلع في حدود الساعة الواحدة صباحا. هذه أغلب المعلومات المتوفرة لدينا لحد الساعة. كما قلت سنحاول أن نأخذ تصريحات رئيسة الهلال الأحمر الجزائري في